إذن عن الخلاف الدائر بين الجزائر والمغرب وجهود المصالحة بينهما، ينضم إلينا عبر سكايب من المنامة الأمين العام للمبادرة البرلمانية العربية جمال بوحسن. أستاذ جمال، مرحبا بكم. لنبدأ من تصريح للأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، حيث قال إن الجامعة تأسف إلى ما آلت إليه العلاقات بين الجزائر والمغرب. بداية أستاذ جمال، كيف يعني تعلق على قرار قطع العلاقات؟ أولاً أمسي عليك بالخير وعلى السادة مشاهدي قناة الرافدين، وأشكركم لأتاحتكم الفرصة لي للمشاركة في برنامجكم. أهلاً بك سيدي. أمانة يعني إحنا تلقينا خبر قطع العلاقة الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب بكل أسى وبكل أسف، وطبعاً هذا يحز في نفوسنا كعرب وكمسلمين. ونحن نتمنى أن تعود العلاقة الجزائرية المغربية إلى أفضل يعني أوقات وأفضل وأقوى علاقات، كونهم دولتين متجاورتين تفصلهم حدود وبينهم روابط مشتركة كثيرة، سواء كان في الدين وفي اللغة وفي العرق وفي الترابط الاجتماعي. وطبعا هذا يعني هذا القطع للعلاقات الدبلوماسية ينذر بالخطر لتفكيك الأمة العربية وضرب الأمن القومي العربي. ونحن كعرب نتمنى يعني من الأخوة الجزائريين إعادة النظر في قرارهم في الحقيقة هذا، الذي يعني يضر بالأمن القومي العربي وبالترابط واللحمة العربية. أستاذ جمال، وزير الخارجية الجزائري أكد أن مصالح المغاربة في الجزائر يعني لن تتضرر، إلى أي مدى يمكن البناء على مثل هذه التصريحات، وذلك من أجل التقريب بين القيادات في الجزائر والمغرب؟ طبعا تصريح يعني ولو أن يعني تصريح وزير الخارجية بقطع العلاقات يعني أضر بنا كعرب كما أضر بالعلاقات المغربية الجزائرية، ولكن تطمينه بالنسبة للشعب المغربي بأنهم لن يتضرروا من هذه الخطوة الجزائرية الغير متوقعة، طبعا الغير متوقعة منا كعرب. وكنا نتمنى أن تقوم أي دولة عربية كما قامت المملكة العربية السعودية إبان عام قطع العلاقات بين البلدين، او نقول يعني التشنج بين العلاقات المغربيه الجزائريه عام 1989، عندما قام الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله بنصب خيمه على الحدود الجزائريه المغربيه وقام باعاده العلاقات بين البلدين. نتمنى من اي قائد عربي حكيم يقوم بهذه الخطوه لإعادة يعني العلاقات المغربية الجزائرية. ونحن نتمنى ونشد ونطالب الأمة العربية، جميع قادة الأمة العربية، باتخاذ خطوة لإعادة هذه العلاقات بدل هذا التشنج. ونحن في هذا الوقت وفي هذه المرحلة من عمر الأمة العربية نحتاج إلى التكاتف وإلى الترابط وإلى التلاحم والتعاون، وليس إلى القطيعة وهذه التشنجات بين الدول. على ذكر الأمة أستاذ جمال، على ذكر الأمة العربية وتحمل المسؤولية، هل تعتقد أن الأمة العربية وحتى الإسلامية تتحمل مثل هذه القرارات في ظل حالة التشرذم التي تعيشها الآن؟ لا أبدا أبدا. أنا قلت لك أن الأمة العربية تعيش في أتعس أوقات وفي أضعف أوقات، هناك احتلال لكل الدول العربية من قبل إيران، هناك احتلال لسوريا واحتلال لليمن واحتلال للبنان، تدخل في الداخلية لأهل العراق الإيرانية، والجارة ليبيا يعني الجارة للجزائر والمغرب تعيش في أزمة طاحنة، ويعني كل الأمة العربية في الحقيقة تعيش أزمات اجتماعية وأزمات أمنية وأزمات اقتصادية. فبالتالي الأمة العربية اليوم محتاجة لقائد يعيد لحمة الأمة العربية كما كانت، قوية متلاحمة متراصة معتصمة ببعضها البعض. فنحن اليوم نحتاج إلى قائد يكون بمثابة القائد للأمة العربية، ويعيد أولا
الأمة العربية إلى وضعها الطبيعي، ثم يقوم بتطوير هذه اللحمة الوطنية العربية إلى ما كانت عليه، قوية متراصة من المحيط إلى الخليج. دول عربية كثيرة تعيش أزمات كبيرة تحتاج إلى مداواة وتحتاج إلى حلول جذرية، سواء من الاحتلال الإيراني أو من الاحتلال التركي أو من التدخلات الغير يعني مقبولة من بعض الدول طيب الأوروبية وأمريكا. أستاذ جمال، أليس من المفترض الآن على الجامعة العربية أن تعقد جلسة استثنائية أو أن تدعو القادة العرب، وذلك من أجل رأب الصدع بين البلدين؟ أليس من المفترض أن تعمل ذلك؟ المفروض يعني للأسف الجامعة العربية مغيبة عن الساحة العربية، وكأن لا يوجد هناك جامعة عربية، نعم وللأسف الشديد تلتزم بالبيانات، وحتى البيانات لا تقوم بما كانت تقوم به الجامعة العربية. أين هو أمين عام الجامعة العربية؟ المفروض في هذا الوقت يقوم بجولة مكوكية بين المغرب والجزائر يعني إعادة اللحمة الوطنية وإيقاف هذا القرار الجزائري الذي يعني في الحقيقة أحزن الكثير، وليس الكثير، أحزن كل الأمة العربية. على أمين الجامعة العربية اليوم أن يدعو إلى اجتماع طارئ لوزراء الخارجية لبحث هذه الأزمة، ويدعو كذلك إلى اجتماع طارئ للقادة العرب، ولكن للأسف الشديد والكل ينظر مجرد بيان من الأمين العام، وهذا لا يكفي. على الأمين العام أن يقوم بدوره كأمين عام للجامعة العربية بإعادة العلاقات الجزائرية المغربية إلى ما هي أفضل مما كانت عليه. على أمين العام هناك أستاذ جمال، العربية هناك حراك، نعم هناك حراك شعبي، وأيضا هناك حراك رسمي يهدف إلى تقريب وجهات النظر بين قيادات البلدين في المغرب والجزائر. هل تعتقد أنها ستؤتي ثمارها على المدى القريب أو حتى المتوسط؟ نحن نشد على كل يعني على كل مجهود نعم جهود يعني يقوم بدوره في رد الدولتين، ونحن نشد عليهم ونؤازرهم وندعمهم بكل ما أوتينا كعرب، وك المبادرة البرلمانية العربية تؤيد أي قرار لأي منظمة كانت أو مجهود من قبل يعني المنظمات المحلية.